نظم قسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية المؤتمر الدولي الثاني للمالية والمصرفية الإسلامية بعنوان إدارة السيولة في المصارف الإسلامية تحت رعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطرهنة وبحضور وزير الأوقاف الدكتور هايل داوود بالإضافة لأكاديميين وعدد من ذوي الاختصاص وجمع غفير من طلبة الجامعة. أهداف المؤتمر تنبع من أهمية الموضوع اللي طرحه المؤتمر. الموضوع طرح موضوع مهم جدا وهو إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وكما أسلفت في لقاء سابق أنه مشكلة السيولة لا تعاني منها البنوك التقليدية أو التجارية لأنها قد حسمت أمرها في تصريف وفي إدارة هذه السيولة، لكن كمصارف إسلامية مطلوب منها أن تستخدم هذه السيولة وتدير السيولة ضمن منتجات شرعية إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع أهداف هذا الدين الحنيف في إدارة المال وفي إنفاقه. كانت هذه المعضلة، ولذلك الأوراق البحثية اللي باعتقاد أنها قدمت وستناقش على مدار يومين في هذا المؤتمر ضمن خمسة جلسات خمس، ستناقش كيفية إدارة والسبل الكفيلة بإدارة هذه السيولة. الطرون قال إن هذا المؤتمر يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة ورسالتها بتفعيل دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة المشكلات الاقتصادية الراهنة. المؤتمر هذا يأتي انسجاما مع رؤية ورسالة الجامعة باستضافة المؤتمرات العلمية العالمية والمتخصصة، وتأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر من أهمية الموضوع السيولة النقدية وأيضا من الصيرفة الإسلامية، وإن شاء الله سنعزز مكانة القسم باستحداث برنامج ماجستير. واليوم أيضا على هامش المؤتمر سيصار إلى توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لإنشاء مبنى متخصص لكلية الشريعة بحيث يكون أيضا لقسم الصيرفة الإسلامية في دور بارز وواضح المعالم. الوزير داوود أشار بأن المصارف الإسلامية أصبحت تؤدي دورا كبيرا في خدمة الاقتصاد الوطني. لا شك أن المصارف الإسلامية اليوم أصبحت تؤدي دورا كبيرا في خدمة الاقتصاد الوطني وفي تطوير المصرفية الإسلامية وتحويل الأحكام الشرعية الفقهية في هذا الموضوع إلى واقع، ولكن من المؤكد أن هذه المصارف اليوم تحتاج إلى تطوير في أدواتها وتطوير في أساليبها لتتمكن من أداء الدور الحقيقي للمصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. قسم المصارف الإسلامية في الجامعة الأردنية، هذا القسم الناشئ الحديث، هذا هو مؤتمره الثاني في معالجة بعض القضايا التخصصية المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي. الدكتور علي السردي المدير الإقليمي للتدريب والاستثمارات قال إن المصارف الإسلامية تواجه تحديات كبيرة، ومن خلال هذه المؤتمرات التي تخرج بتوصيات تفيد في حل هذه الأزمة في المصارف الإسلامية. طبعا من التحديات المهمة التي تواجه المصارف الإسلامية هي السيولة، والسيولة طبعا تعتبر هي مهمة جدا في موضوع التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، حيث أن هناك نسبة كبيرة من السيولة المعطلة في المصارف الإسلامية، ونأمل من الله سبحانه وتعالى وهذا المؤتمر أن يطلع يخرج بتوجيهات بتوصيات مناسبة لمعالجة مشكلة السيولة التي تعاني منها في المصارف الإسلامية. وكما نعلم فإن السيولة في المصارف الإسلامية تختلف عن السيولة في المصارف التقليدية. في المصارف التقليدية نستطيع القول بأن هنالك حل جذري لموضوع السيولة المعطلة في المصارف الإسلامية، مثلا في المصارف التقليدية يمكن حلها من خلال وضعها في البنوك المركزية، بينما في المصارف الإسلامية لا نستطيع وضع هذه السيولة في البنوك المركزية بسبب الفائدة التي تواجه هذه المعضلة تعتبر معضلة المصارف الإسلامية. وفي نهاية حفل الافتتاح قام راعي الحفل بتكريم عدد من المشاركين والضيوف بالإضافة للمنظمين لهذا المؤتمر. حمد الفايز، الحقيقة الدولية.